أزول مساء الخير مرة في اللون وفني فمسي غادي تولينا لو أنا غير تي عاد نيسا لنا تمدي ثنواتا وغميسنا غد نغال لريو يونس نفان القانون التدريم تنجو جلاف أوغم سواشين ليسنا نين دي ثمسة غنو تستوشين وزير إوسفتين للدقس يحرش المصيبة ديالي غاسالي ذو قطون نيم جايين يتوخصن دي مسلين على فنت تزمار عبد الحق صحي ذي ثمليل في نسود النواب ذوك سقام وغرفان غناوة الوحلي الشنة تجارة نهجية وندى ربورتاج بالدماء عن ذات نغال مولين مشتريين فلوس ومين الخضر عبد الفاكية بعد ميترزع الكاميرا الاقتصادية للسواق أزول لا تفاصيل أنواع مس أصنف على القانون التدريم سن جوج ألاف أو خمسة وعشرين إلى ديس تودما ندقس لريو يشودن رسناني عن تدمسا ثغنو ثذيف دين عريديس أوسفتين ذي الدقس يحرشن أكن تدمسا عن الزيارة تجري سوريفن أرزداف حنان لحلو الحكومة عن الجزائر قد شكلت سمغار الجحري شوسفيا وثرات دوكشيان دوغناثين ريني ديوسان دوك صنفار تنتدريم تزوج الاف وخمسة وعشرين أم ثوك ساعني زرفان جرل إلى قوض نخيران صنفران إمينوثان. إذا هناك تحفيزات جبائية بالنسبة للاستثمار سواء بالنسبة لتشجيع المنشآت الناشئة ويعني والحاملة كذلك الحاضنة كذلك المبتكرة، هناك تمديد لإعفاءات الجبائية بالنسبة لمناطق الجنوب، هناك تشجيع بالنسبة للاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، هذا من شأنه كل أن يحفزنا على رفع يعني مستوى النمو ورفع المداخل يعني من غير المواد البترولية. الحكومة عن الجزائر تهاجة تدريم تمقران إلى مد لقضي شق صنفان مخالف ذيني ديما ذاك الحكومة تسال بغي مقران أكنت سمغور ذي ذمسا ثغناوث. هذه كلها خلت يعني هناك استثمارات وتخفيضات في الفوائد في البنوك حتى يمكن لأي مستثمر سواء كان داخلي ولا خارجي يروح بأريحية في صناعة مصنعه، وهذا شيء إيجابي وكذلك يخلي يعني حتى الصناعة الجزائرية ولا المصنعة الجزائرية تكون بأثمان مقبولة داخليا وحتى في التصدير تكون فارضة روحها في السوق، والحمد لله اليوم نشوف. بالنسبة لي الاستثمار ربما القطاع المحظوظ هذه السنة قطاع الري أين استفاد من غلاف مالي مهم ربما سيسمح له بتدارك بعض النقائص التي سجلت الصيف الماضية أين شفنا بعض المشاكل على مستوى بعض الولايات خاصة ولاية تيارت أين تم تسجيل أولا برامج استعجالية مكنت من التكفل بهذه المشاكل انقطاعات في التزويد بال الجزائر تكميل القضيشة ثيس أفين يعنان نحريش انتدمسا إميان سنفران القانون انتدريم تمينوس إذوين إدي مالن أفري ثبين الحكومة يوسم غور قهريش سفتيا إميتين يمودن ثقوني تيم سفتيا أكناد قدشن وكسنفران سن مبلان وغورن إميان ثمودة سندولا أكويني تحويجين أنا على فن التدريب ثال عزيزة فايد إلى في المنداب نجموع نتدوير تيفغن إلى عدا نتقامت ثغنو تنقيم مسخدم من التدريب تسودم يفغن إلى قانون تشين التدريب في إير فلافن ونجموع عجين إلى المند أسقادش أغماض نجموع أكتوبر جوجلاف أربعة وعشرين مكن تسكن ثيت طفل بلان إيد تسهجان يفدين بيال نسخدم من التدريب في دني غسودم يفغن إلى قانون أروح ليش نتزمر ثنغلاف نتزمر عبد الحق سايحي وكذا دسي ثماس ذاكن أديلي وسالي ضد قطون اللي مش جايين يتوخصن هل الغاني مش جايين يتوخصن دي لي راديو دي مش جايين يتوخصن دي توجيان تلاوين وديلي في الدين السيليسان يم جاينا جين ضد سحفي بارف اللسن سل القانون أجدا وحريشا جين ضد نسمشتين ذاكن لاريو يجين وفرارن ذي تريريث نغلاف نتزمر ذا في سقسيين ننواب ذي ثمليليث
نسقى موان غرفان أغانا وماكن ذي ثلاثي ناس في استقصي نشودنا روهجي ناس في طراث ذكران تغيوانين ذي الولايات ثم مسيلة مستغانا متبسة إنا ذاكن الدولة نتمور ثناف خدم المجهودين سدو كسوجة ذا نيسن فارن ناس في طراث ذلي كليليك ذو جرد نيسن فارن إيمين وثن إيم بعد ميلان نخرا إيسن فارن نتزمار فقريب أفسالين ناقريب أذكفون سلخدمة. الروح ريش لقرايا غنغلاف نصرف كاع عبد الحكيم بالعبد يوكد ذي ثريتينس في استقصيين النواب ذي ثمليليث من البارلمون لكن انخدم المجهود الناغي ثورين ياري فسنين المذن لي طابلات جمهور نيكال طابلن 50 ذي المية ذي ثقران سوكا ساكين ذي نلان ميثيكين يلا ريوي في ايديوسا اسلوين تيكدوذا عبد المجيد طب أريد لس مقدمة تمورث قطر ذي الزيار عبد العزيز علي نعمان يتكان ذو فتح نوهيل أن يدلس نرحبا عن الزيار ثقر غلان تنوذي ليس سيلا نجوج لفورفا واشين بعد ميقلا ذي نفقيا نالحرمان ذي نفسري في نس في سبا واشين زيادة تفاصيل ذي ثوريق في مدهقة بالدمة سيليا عفرون مرحبا ثغير غلانت بودليس ثلاث تساغنيت وسيغ زف ذو سنرني غنوى ساغن يار ثمورثن الزيار ثمورثن قطر يدي لان ذن فقيغن الحرمة على ذغا ذقوين يعنان المعونة ثلاثي لين ذقو حريش ذل سان بعد ميث خذم يسوري فن غرزات في دقس قحريشن اما ذي فلاح تجيع ذا السهد. كما تعلمون العلاقات القطرية الجزائرية تعززت بشكل كبير في الفترة والآونة الأخيرة بفضل الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وسمو الأمير تميم بن محمد آل ثاني، وهي ما أعطت يعني دفعا لهذه العلاقات ولتحول التعاون إلى شراكة استراتيجية مستدامة بين البلدين. الساغان تدوك ليان غير ثمورثن قطار ثمورثن الزاير ذا ساغان يلان سيزيك في ثالث استعمار أرومي وثمورثن قطار تلاغري ذيس نوذوذ الزايرية كان ضوضان غارث للي ذا تسمونونت وحريشاقي غاذ لسان يسادي وسمثيغن والساغان ديلان ذا قمزروي. العلاقات الثقافية المتينة بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ليست وليدة اليوم، فقد بنيت على أساس صلب منذ أيام الثورة الجزائرية التي واجهت الاستعمار، وعبرت عن حق الشعوب في الحرية والكرامة، وقد وقفت دولة قطر قيادة بشعبه مع المجاهدين الجزائريين في حرب التحرير، ووفرت جميع الوسائل التنظيمية لوفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المفاوض مع الجانب الفرنسي في سويسرا من أجل تقرير مصير الجزائر، وقد ساهمت إرادة القيادتين على امتداد عقود في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتقارب بين الشعبين. أتسكي أنت مرثم قطار ذي رحبة ثقيرة غلان تبودلي سيد زريك في ناس في 27 ذي ندي سفقنان لفغني ناس إيو سنرني ذو سوسع نشارو كاث يرس كنت مرثم للزاير وتسين ردي سناثن نزالي ساعة وذلي سيد زيري زاثن تمورا نو مضال. أنا وحريش نتجارة ثرفيق ثناغة أمال قبيلي ذهجي عادة ثواغو بقتاج بالدمان غني دوغال مش ولن إمشتريين السوامين عن الخضرة الفاكية ذو كسوما ملال ذو زوغاغ بعد مثال زان كاميران الاقتصادية السواق وليثد يذنغ سوا من الخضراء ذيني سوحش نمشتريين ذي السواق ذا قوس سنجيين قورا يمي غلوين لسوا من الخضراء ذي الفاكية يوض غال الحديث. مع الاسف مع الاسف في السوق هذا عمرهم ما يديروا سوى 100 سلعه تاعهم،
Il n'y a jamais l'inscription des prix. Il ne donne jamais les prix des marchandises. Le prix est là, il y a des prix. Il y a des prix qui sont en train de se faire. Les patates sont en 1500 et il y a 50 wilayas. Il y a des patates. Qui est la patate? 50 wilayas, il y a des patates. Les prix sont un peu chers. Surtout واحد زوالي ما عندوش وكلش سانو كنت والله غندخلوا ب 500000 نخرجوا بها البطاطا زادت الطوماطي زادت alors les fruits n'en parlons pas انا ما دابينا او moyen contrôle comme ça au moins les prix نقصوا شويه surtout واحد قليل ما عندوش السوامية جيولين سفهمنتي التجار سي ثمان سن ذي كنس بس ذي يغال غال خصاص الخضران ذي الفاكهة وريلينا ذي لوانيس هاي مليحه الاسعار ما كاين هذا وقت هذا الشهورات هذو واعرين السلعه ماشي وقت السلعه دوك يخدموا غير صحاب دراهم هذا الوقت ما كاش كلاو طوماطي شوف في الصيف كلاو ب 4000 5000 دوك وقتهم راهم يخدموا الناس هاي تخدم على روحها راهم يروحوا حتى لطرف الدنيا باش يجيبوا هاد السلعه ايه طرطق الروضه دير 20 مليون روضه تاع كامل الناس هاي تخدم على شرها الله يعاونهم لغلان سومات ذاين حزن لذاك سومة زقواغض وكسومة ملال عين ثيجان ذي يغال سارقيث إويذون سعيارة توتي الشيخ طرف مخ هكذا قدها مخيخ قليب 60000 سي بيا 220000 ما نهضروا الجاج الجاج واش من قو عنده الجاج عماك الجاج تاع زمان يا وليدي حبة ولاد الجاج ب 2000 فرق واش بقى للوقت كاين الغلان السوامي مازال الحكومة تزايري تتكمل تخدم المجهوديس تزمرتيس يوسركي ذن السواق لدغا ذقويني عنان الفيضان التجار ذك سفارن الخضران يجدانن يمي تخدم تعساس تغفوي ذي تسفرن السلعة يفدي ميال السوامية جيولين أرسل لنا لجنة سيفر حدو غالي فنة زمارة لبنان ذاك نيولي نوتون ني مغراس نار 3102 ومغراس 13819 ذم جروح سي أكتوبر جوج 2023 سي جميعي بذان هذا والصهيوني نزد مثينس في وحشيين ميان نتخلقي في قدود لبنانيا ميلا نغال الدربة وشينا 30 ثين قران 52 التراوحين إقروح نذس في الدمية 161 ذم جروح بان زدمات يخدم هذا وصهيوني في الدقس نتمناضين لبنان على ضغان ثمناضين ننزور لمكان إديارة يروانيس هذا وصهيوني ثمان ناخت بيروت داين يجان إمزداغ أذرولن سيثمنات أجين وسحيفرن نفتر وحين سن وزدما يجان ثمان ناخت بيروت تقلاد سنموت نولوف ني مغرس تقرا عن التفاصيل وغميس يقول لك انك نتسمحتي غير ديو فرد الدقس بغميس نغ نغلد دالاريو نوزن فان القانون التدريم في جوج 2025 على سنانين ديف دام ستغنى وثستوكشن وزالي وتسفتيان في الدقس يحرشن المنصي فاديلي غسالي ذو قطون مجايني قد سوخصن دي مسايين من غلاف نتزمار عبد الحق السيحي دي مليلي في ناس ذو نواب ذو قسقام وغلفان أغناو الوح ريش نتجارات ولا مدير ناغالو بورتاج ضد ما غني ذا دنوغال لرتموغ لي مشتريين في السوامين الخضرات الفاكية بعد ميتر زال كاميرا الاقتصادية للسواق تقال عن الوغميس جاو لهنا التلويث أرثي مليليث